السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم تصريحات الكوتش جمال بلماضي مهندس الكرة الجزائرية وأيضا سبيشال وان الإفريقي بلماضي في هذه الندوة الصحفية اليوم. وأيضا راح نشارك معكم تصريحات نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز الذي رافق بلماضي في هذه الندوة، وأيضا سأشارك معكم في نفس السياق تصريحات من مدرب الخصم مدرب سيراليون، هو أيضا كان عنده بعض التصريحات شاركها معنا اليوم. راح أشارك معكم جميع التفاصيل ان شاء الله في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدون للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا من اجل الاجابه عن جميع استفساراتكم. بلماضي اعزائي الكرام صرح قائلا في هذه الندوه الصحفيه: سنفعل كل شيء للمحاوله للاحتفاظ بلقبنا، ولن ندخر اي جهد من اجل المحافظه على لقبنا القاري الذي توجنا به سنه 2019 بمصر. وصرح قائلا: أتحمل الضغط كما تحملته في سنة 2019 بمصر، والانتقادات هي جزء من كرة القدم وجزء من هذه المهنة. وقائلا أيضا: تفاجأنا هذا الصباح بتلقينا خبر اعتداء الذي تعرض له الصحفيون الجزائريون، وأتمنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. صراحة أنا أعلن تضامني مع الصحافة الجزائرية التي تعرضت أعزائي الكرام لي هذا ليلة أمس للاعتداء. حاليا حسب بعض التقارير كلهم راهم بصحة جيدة والحمد لله، جات هكتا والأكتر. فنتمنى أن هذه الحادثة تكون الأولى والأخيرة، وأنا أعلن تضامني وأتمنى من العدالة أن تتدخل، وأيضا إن شاء الله العدالة لهؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم، إن شاء الله ياخذوا الحق نتاعهم وبزيادة. على كل حال، بلماضي صرح قائلا في نفس السياق: رامي بن سبعيني مريض لكن لا علاقة له بالفيروس، وأيضا مهدي طهرات سيصل هذا الصباح إن شاء الله إلى العاصمة الكاميرونية دولا. الحمد لله بالنسبة لي مهدي طهرات الذي كان محتجز في الأيام القليلة الماضية، واللي كان غائب عن سفريات الخضر إلى الكاميرون بسبب الفيروس، السلطات القطرية احتجزت هذا اللاعب في قطر من أجل حتى يشفى وأيضا يتخلص من هذا الفيروس، به عادي خلوه ينتقل إلى العاصمة الكاميرونية. والحمد لله بلماضي أكد لنا بنفسه باللي أنه هذا اللاعب سيلتحق اليوم. أما بالنسبة لرامي بن سبعيني، الحمد لله كي ما عندوش هذا الفيروس، وفنتمنى له الشفاء العاجل من هذا المرض الذي يعاني منه حاليا، نتمنى له الشفاء العاجل. وممكن أنه بالماضي لن يشرك هذا اللاعب في المباراة الأولى، هو وأيضا حتى مهدي طهرات. مهدي طهرات راح قل لازمه العديد من الجلسات التدريبية، به عاد نعوله عليه في إحدى المباريات. على كل حال نتمنى له الشفاء العاجل لكل من بن سبعيني، ونتمنى عودة موفقة لمهدي طهرات. أما بالنسبة للتصريحات الأخرى، بالماضي صرح قائلا: رياض محرز لعب الكثير من المباريات في أيام البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا تم الاتفاق عليه بيني وبينه، وأنا تركته لكي يتعافى بشكل فردي، وأنا الذي أعطيته الترخيص لكي يعود متأخرا إلى قافلة المنتخب الوطني الجزائري. هذا التصريح أعزائي الكرام رغم أنه بسيط ما فيش حاجة كبيرة، إلا أنني أنا أعتبره قصف. لماذا؟ لأنه كانت هنالك بعض الصحافة وبعض الصفحات الكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي والموثقة للأسف الشديد كانت تقول بأنه بالماضي تشاجر مع رياض محرز، وهذا هو سبب تأخر رياض محرز للالتحاق بكتيبة المنتخب الوطني الجزائري. كان بالماضي معاقب رياض محرز. وين راه المنطق؟ وين راه المنطق؟ رياض محرز راكم عارفين كامل واش كان يدير قبل ما يجي المنتخب الوطني الجزائري. كانت عنده مباريات البوكسينغ داي، وطلب الاذن من بلماضي باه يعطيه فتره راحه، وكان هنالك ترخيص رسمي من بلماضي لهذا اللاعب. انا ما نفهمش اعزائي الكرام من وين هذه الصحافه اللي في اقليله، مش فئه كبيره، الصحافه في اقليله، من وين راح تجيب لنا هذه الاخبار؟ اخبار كاذبه ولا يصدقها العقل. العلاقه كبيره وجيده جدا بين بلماضي وايضا لاعبه رياض محرز، نقطه عدل الصفر، واكدناها لكم في العديد من الفيديوهات السابقه، ما كاينش شجار ولا شيء. وبالماضي تحدث اليوم وقصف هؤلاء الذين اعزائي الكرام يحاولون جلب الحدث وصناعه الحدث بالكذب. بالماضي في نفس السياق صرح قائلا: نتقبل كل الانتقادات بما فيها، وهذا جزء من مهمتنا. وقائلا: كل لاعب معرض لفترة فراغ، وهذا جزء من هذه اللعبة، لعبة كرة القدم. وطبعا هذا كان إجابة على أحد الأسئلة عن بغداد بونجح الذي حاليا يعيش فترة فراغ نوعا ما، ما راش قدمنا في المستوى الكبير. فبالماضي قال بلي أنه كل اللاعبين يجي وقت يجي نهار وين يكون يعيش فترة فراغ.
فالطالب النجاح حاليا راه يعيش فترة فراغ، فنتمناو له انه يسترجع الثقة في النفس اكثر في قادم المواعيد، وايضا يستعيد غريزته التسجيلية. وايضا صرح قائلا بالماضي صحيح انها كانت مشكلة بالنسبة لنا ان لا نلعب ضد غامبيا في المباراة الاولى التحضيرية، انها كانت استعدادات خاصة. قال بلي انه كانت عندنا مشكلة نوعا ما، ما كانش حاب الماضي كي أجل تلك المباراة، وهذه حاجة باينة. أنا مناصر للمنتخب الوطني الجزائري، وكنا باغيين نلعبوا تلك المباراة لأنه فيها العديد من الأشياء، فيها نحطم الرقم القياد، فيها نزيدوا سلسلة الهزائم عفوا، وأيضا أعزائي الكرام نحضروا بالتحضير الجيد لكأس أمم إفريقيا. بالماضي في نفس السياق صرح قائلا نعيش هذا الضغط، نعيش مع هذا الضغط، وهنالك فرق مع سنة 2019، لكن حتى في سنة 2019 يعني أعلننا بالفعل أن هدفنا هو الفوز بكأس أمم إفريقيا، لذا تعودنا على هذا الضغط الذي سلط علينا مؤخرا. وقائلا تقنية الفار يعني ستجعل من الممكن إجراء المباريات بعدد أقل من الحوادث والقرارات وأقل يعني أقل أخطاء، وستكون يعني نوعا ما قرارات عادلة، أولا لن تكون مثالية، إنه اختيار جيد للغاية أنهم سيستعملون تقنية الفار وأن تكون حاضرة منذ المباريات الأولى. وقائلا أيضا سيراليون كانت ضمن مجموعة نيجيريا والبنين في التأهل لكأس إفريقيا، ولديهم هذه المباراة المرجعية في نيجيريا، حيث سجلوا بطبيعة الحال 4 أهداف مقابل 4 أهداف، وعليك أن تكون حذرا. يعني بالماضي يحذر المنتخب الوطني الجزائري من قوة سيراليون، يعني عنصر المفاجأة دائما حاضر، رغم أنه منتخب سيراليون خسر أمام موريتانيا إلا أنه تعادل يعني ذهابا وإيابا مع يعني منتخب نيجيريا، منتخب القوي بطبيعة الحال، تعادل معه 4-4، وأيضا تعادل معه بنتيجة يعني 0-0. وقائلا لا يوجد فرق صغيرة في إفريقيا، هي كاينة فرق صغيرة ولكن بدأت تتطور، وأيضا في نفس السياق عنصر يعني المفاجأة وارد في جميع المباريات، لازم على المنتخب الوطني الجزائري يحترم جميع المنتخبات، وهذا بالفعل المنطق الذي يعني يتمشى به الكوتش جمال الماضي. صرح قائلا في نفس السياق قائلا إذا تخلينا عن حذرنا فسوف ندفع ثمنا باهظا، ولا يجب أن نقلل من شأن هذه الفرق وأي فريق في كأس أمم إفريقيا. صراحة تصريحات منطقية وأعجبتني. أما بالنسبة لنجم الدولي الجزائري رياض محرز صرح قائلا وصلنا قبل يومين، الطقس مختلف عن الدوحة وأيضا حتى عن الجزائر، لكن علينا التكيف بأسرع وقت ممكن. وصرح بالماضي ايضا في نفس السياق بل لانه حاليا يعني الفندق الذي نحن فيه يعني جيد جدا، ليس بذلك الفندق اللي نقدر نعيش فيه يعني الرفاهيه، ولكن ما جيناش للفسحه او للسياحه، عندنا هدف واحد الا وهو التتويج والحفاظ بكاس امم افريقيا. بالنسبه لتصريحات رياض محرز صرح قائلا في نفس السياق صارت الامور بشكل جيد مع فريقي نادي مانشستر سيتي فيما يتعلق يعني بالافراج عني للعب كاس امم افريقيا، ولا ارى اي سبب يعني لوجود أي مشاكل في اللعب مع بلدي الجزائر. أنا الآن ألعب من أجل بلدي، ومانشستر سيتي ليس لديهم أي كلام حول مشاركتي في الكان لأنها منافسة كبيرة مثلها مثل مسابقة اليورو. صحيح أننا أبطال إفريقيا النسخة الماضية، لكن هذا لا يعني أننا المرشحون الأوائل للتتويج باللقب بهذه النسخة. المستوى تطور بشكل كبير جدا هنا في إفريقيا، ولا يوجد منتخب أفضل من منتخب، ونحن لسنا المرشحين الأوائل. صراحة تصريح منطقي، يعني رياض محرز صرح بتصريح منطقي جدا عندما حاول إبعاد الضغط على المنتخب الوطني الجزائري، قال بلي احنا لسنا المرشحين الأوائل، بل كاين منتخبات أيضا راهي مرشحة لكي تفوز بكأس أمم إفريقيا. تصريح منطقي. وايضا رياض محرز كانت عنده رساله للانديه الاوروبيه، قال باللي احنا ما راناش عارفين اين المشكل كي تخليو اللاعبين الافارقه يلعبوا مع المنتخبات نتاعهم، يعني قائلا ايضا في نفس السياق باللي انه كاس امم افريقيا مثلها مثل اليورو والكوبا امريكا. وقائلا ايضا لا افهم لماذا الانديه الاوروبيه تعارض تسريح لاعبيها الافارقه، يعني كان هذا هجوم من نجم الدول الجزائري رياض محرز للانديه الاوروبيه. اما بالنسبه لتصريحات مدرب منتخب سيراليون صرح قائلا اعزائي الكرام يعني جون كيسر يعني قائلا نحمل الكثير من الاحترام للمنتخب الوطني الجزائري وهو واحد من افضل الفرق في افريقيا ان لم يكن في العالم كذلك، ولكننا لسنا خائفين من هذه المواجهه. وقائلا نحن محظوظين بعدم وجود اي حالات يعني الفيروس داخل فريقنا، وقائلا نعلم بشأن الرقم القياسي للمنتخب الوطني الجزائري من ناحية سلسلة الهزائم، ولكن المباراة يعني تحسم في يوم واحد فقط. وقائلا هذا هو أول ظهور لنا في كان يعني هذه النسخة منذ 25 سنة، اللعب أمام الفرق الأفضل يتيح لنا المجال للتطور أكثر، ونعتقد أننا سنتحلى بالتنافسية.
نتمنوا له كل التوفيق بطبيعة الحال، كل احترام لمنتخب سيراليون، ونتمنوا أيضا كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري كذلك. طبعا كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.